سامع صوتها عامل ازاي؟ مش عايزاكي تعيطي ولا تخافي. يا صباح العسل، عاملين ايه يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ده من ساعة ما الدكتور قال لي عليه من حوالي اسبوعين واحنا شايلين الهم بتاعه. هو باختصار يعني الدكتور بتاع التالي عايز شوية تحاليل كده، عايز يطمن على حاجات معينة، فبقى الفكرة ان هي تبقى ايه، في حقن وبتاع وشكشكة. فاللحظة دي انا شايلة همها من ساعتها بقى، وصحية بقى كده وشفتها نايمة جنبي بقول لها انا اسفة على اللي هعمله فيكي بعد شوية، بس ان شاء الله يعني تبقى سهلة، يعني ان شاء الله ربنا هون عليها الالم بالظبط. فتعالوا كده نجهزها بقى ونشوف نفوقها اهم حاجه. صباح الفل يا توتي. معلش تفوقي بقى كده، مش عايزاكي تعيطي ولا تخافي. ماشي، ماما معاكي وبابا معاكي. صعبان عليا قوي. واد يا توتي بشد في شعرك ليه؟ صباح الخير. هي ده قليلة الكلام دائما، يعني ما تخافيش عادي، حقنا. بابا معاك. زر بخ. فادعوا لها بقى ان هي كده ان شاء الله تبقى يوم لطيف، وان شاء الله كمان النتائج تبقى حلوة كده. عشان ايه؟ ده الاهم والله. ما تنسوش بقى كل شوف الفيديو ده يدعي لتوتي دعوة حلوة. الدكتور دلوقتي جيت اخر شوية، طبعا انا في اللحظات اللي زي كده ما بقدرش استحمل ابدا ان اشوف الحقنة وبتخش في ايديها ولا في رجليها ولا اي حاجة، فبخلي احمد هو اللي يتحمل المسؤوليه ديت، هو اللي بيفضل واقف يعني وبيحضنها اول ما بتاخد شكه الابره، وانا ببقى ايه يعني يا بعيده يا حاطه وش الناحيه التانيه. هو دلوقتي ما اقدرش استحمل والله صوتها، تبقى قطعه لي قلبي بقى. حبيبتي معلش. هو اصلا شكله مش عارف ان هو يحط الحقنه ويسحب منها العينه، شكلها قاعده ما تتحرك وتفرك. تسمع صوتها عامل ازاي؟ لا خلاص، خلصنا التحاليل اللي مطلوبه لتاليا. بجد كانت يعني لحظه مؤلمة وموجعة جدا. الحمد لله عدت، ثابت عليا. اه والله هاتي توتي هاتي توتي. بس يا حبيبتي بس مفيش حاجة. بس انا اسفة يا حبيبي، انا اسفة. حبيبة امها دايما تسيبني وتروح لمامتها. تالي اصلا قاعدة تترعش وبتاع، تعالي ننزل كده نهويها شوية ونجيب لها حاجة. يا ريت والله خليها تغير جو كده وتروق. صح تفك. توتي عارفة سبب الرعشة اللي فيها؟ عايزة تشتري حاجة؟ انا عايزة اعمل شوبينج. لا شوبينج لا، مفيش فلوس، انا لسه جايبين لك هدايا. خلاص يلا بينا بقى نجهز ونشوف كده ايه، نروح نغير جو فين. لبسنا بقى توتي احلى فستان. ايوه لبسناه احلى فستان. ده مش فستان، لبس جميل. وتعالي بقى ننزل ايه، نمشيها كده شويه عشان يعني قاعده تعيط وتترعش. اه من ساعتها يعني، من ساعتها. وبص بقى الايه الواوا، معلش ايه ده ورمت. وصلنا المول، يلا عشان نتبرجح. جاهزه؟ يلا بينا عمري. اعمل دلوقتي دخلناها بقى لايه، لمدينه الالعاب الكبيره. يلا نهيصها كده ايه ساعات. يلا بينا نتزحلق. شايفه؟ يا بنت شوفي العاب بنت كده. انا عايز العب انا الاول. يلا غطوط. يلا يا توتي، يلا يا توتي. يلا ناخدها للحوض. تعالى يا توتي. الله الله يا عسل. حاسه انها مبسوطه هنا. توتي عايزه اطير، عايزه اطير. البطله توتي. دير 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 دير
انا بدوخ. ايه رايك بقى نروح ناكل نتغدى؟ ماما لسه مخلصش العاب. يلا 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 دي اكتر حاجة مبسوطة بيها، دي اكتر حاجة عجبها تاني. اه مفيش حاجة داخلة مزاجها غير الكورة دي. خلاص خليها. انا مش عارف ليه رنا دايما تسيبني في النهايات، تسيبني وتخلع تاخد البيت وتنام وتسيبني انا مع البطيخ بقى ايه سهرانين لوحدي. خد اول بطيخه دي بس كده، يوم ما خلص صباح على خير.